يقول: قرأت في فتاوى الشيخ الإسلام تيمية أن السواك باليسرى أفضل من اليمنى لأنه من إماطة الأذى. هذا رأي شيخ الإسلام تيمية، يعني من يرى أن الاستياك تنظف فيقول اليسرى هي للتنظيف، ومن يرى أن السواك عبادة تسوك عبادة يقول العبادة تكون باليمنى. على كل حال ما في دليل لا عند هؤلاء ولا عند، هي وجهات نظر، وجهات نظر، فيجوز هذا ويجوز هذا إن شاء الله تعالى. فهل التمخط باليمنى مكروه قياسا على ذلك؟ هو على كل حال اليمنى للأشياء الكريمة واليسرى للأشياء خلاف ذلك، كما قال النووي رحمه الله تعالى.